الفترة الأخيرة. طبعا موضوع دير أبو فانا عمل ضجة كبيرة، أو ضجة كبيرة لدرجة إني أنا استغربت إن في قناة فضائية طالعة تكذب كلامي أنا، وهتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. لأن طلع شين ريه، وده صديق، شين ريه ده صديق محامي بس واخد دور من الدولة إنه مخدر، حقن تخدير. شين ريه ده عبارة عن حقنة مخدرة للأقباط، هو مسيحي شين ريه، وطلع على قناة فضائية قناة الحرية يعني عشان ما اكدبش يعني، مع مذيع اسمه فهيه، هتدور عليها هتلاقوه. المذيع ده المخطط بتاعه من اول ما طلع كده واخد مخطط العملاء اللي ضد النظام، اللي مع النظام، عملاء النظام. يعني ايه؟ اول ما طلع يدافع عن فاطمه نعوت، اول ما طلع هذا المذيع اللي هو فهيه، اول ما طلع يلبس الرهبان بكل الطرق، يلبسهم انهم هم القتله، اول ما طلع ينكر ان في اعتداءات حصلت على دير ابو فانا او دير ابو مار. شين ريه اللي هو المحامي، انا مش عايز اقول اسمه عشان انا عندي امل ان هم يرجعوا عن السكه اللي ماشيين فيها. والله اذا ما رجعوش عن السكه هنعلن الاسامي كامله، هنقول اسم المذيع اللي هو في قناه الحريه اللي هو فيه ايه اسمه ايه الاصلي، وهنقول اسم المحامي اللي شغال حقن التخدير للاقباط اللي هو شين ريه. كلهم ماشيين، اتنين ماشيين على نفس المبدا. انا استغربت طالعين اخر حلقه ليهم على قناه الحريه بعد حلقتي الاخيره اللي انا طلعت فيها صور متصوره بتاريخ حديث ومتصوره بكاميرا حديثه، وقلت ثبتوا الصور دي، وانتم ممكن تعرفوا من خلال الكمبيوتر الصور دي اتصورت امتى، هنثبت لكم ان الصور دي حديثه. طلعوا يقولوا ايه؟ طلعوا يقولوا الدكتور وجيه رؤوف قال ان تم اعتداء على الدير وهدم الكنائس. مفيش هدم كنائس، وفين هدم الكنائس اللي تم؟ لا انتوا مش مركزين. انا قلت تم هجوم بكتيبه ومدرعه، لكن انا ما قلتش تم هدم كنيسه. تم هدم كنيسه دي ما قلتهاش خالص خالص، ارجعوا للفيديوهات بتاعتي موجوده. انا قلت كان مفروض يهدموا كنائس موجوده، لكن جت لهم اوامر بعد كده وانسحبوا مشوا، لكن كانوا طالعين ومعاهم خرايط للمكان وعايزين يهدموا كنائس بعينها، ولما تصدى ليهم الرهبان انسحبوا. وقلت الاسقف الانبا ارميا ليه استثمارات وبياخد بيستفيد من وراء الحاجات دي، وموافق هو والبابا، لانه استفادتهم من الدولة استفادات تانية في سكة تانية، لكن غير استفادة الشعب القبطي. فمحدش ياخد كلامي ويكتزئه، أنا ما قلتش حصل، ارجعوا للفيديوهات، ما قلتش حصل تكسير لأديرة للكنائس، لا، قلت حصل هجوم، وأدي الصور بتاعت الهجوم. هيقول لي طب أنت جايب الصور دي بتاريخ دي من 2010، قلت لهم لا، لأن أنا جايب لكم الصديق اللي كان بيصور ساعتها من جوه الدير أثناء الهجوم ده، صور الساري اللي موجود، والساري متعلق من بعد 2017، وحطيت لكم العلامه بتاعت الساري متصور 2017 وموجود في الحلقه. يبقى معنى كده ان التصوير تم بعد 2017، لان الساري موجود رخامي مكتوب عليه 2017. يبقى انتوا كلامكم اللي بتقولوه ان انا الصور بتاعتي من 2010 كلام كاذب، لان الصوره هي نفسها اللي لقط دي ودي ودي هي اللي لقطت الساري بتاع 2017. في سنة كام؟ في سنة 2019، بأكد تاني وارجعوا، والصور موجودة، لو عايزين الصور أعرضها لكم تاني على الفيسبوك وتاخدوها تحللوها بأحدث التقنيات وتعرفوا تاريخها كام، هتديكوا الصور دي إن هي طالعة بتاريخ 2019. فعيب قوي يا قنوات فضائية إنك تحاربي رهبان كل إجراءات التحقيق معاهم غلط، تم اجبارهم على اعترافات، حتى الدليل اللي مسكوه على الرهبان في القتل دليل فيك، وفي اكتر من نقطه نبقى نتكلم فيها تاني عن موضوع الرهبان. لكن انا عشان ما اخرجش من النقطه دي، من شين ريه المحامي شين ريه والمذيع مجانس اللي هو فيه ايه، بسميه مجانس انا لانه عامل مجانس وبيفكرني بشكل الدب كده، يعني لما بشوفه
في التلفزيون شكل الدب، وشغال ومرهق نفسه يعني. مره طلع يعلق عليا، جايب لي دكتور يعني اكل من اكل العمر عليه وشارب طبعا من مطبلاتيه عشان الدكتور ده ياكد كلامه. حبيبي احنا معانا تقارير من اطباء شرعيين كانت ضد ان دول يكونوا قتله. طبيب شرعي حلل الجثث والحاجات اللي كتبها في تقرير الطبيب الشرعي بتقول ان الاستحاله يكون اشعياء هو اللي قتل، ولا فلتاوس معاه هو اللي قتل. فقلنا الكلام ده، وفي اكتر من 5 فيديوهات عملها على الرهبان. فعيب انكم انتوا تسعوا لازهاق دم بريء. عارفين ازهاق دم بريء يعني ايه؟ عارفين دي عقوبتها عند ربنا ايه؟ لكن للاسف يقول لك ان احنا شمامسه وبنطلع شمامسه وبيصلوا، ويقول لك عليا الدكتور وجيه طب ده مسيح مثلا بيقول الكلام ده. لا، انا مسيحي غصب عنك، لان انا بعامل ربنا. انا بدافع عن بريء هيتعرض للاعدام، بريء ابرياء اتنين هيتعرضوا للاعدام، وفي اتنين ابرياء اتقتلوا، الان بقى بيفانيوس والراهب زينون، وتقتلوا كمان اتنين يبقى رهبان. 4 ابرياء يتقتلوا وانتوا بس بتطبلوا للنظام. اتقوا الله، اتقوا الله يا فهيه. بلاش الدولارات تعمي عينيك، مش الدولارات اللي بتاخدها من القناه، لا، الدولارات اللي بتاخدها من النظام. بلاش 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 يا شين ره يا محامي، ربنا اداك شكل وسيم واداك طول وعرض، كنت مصدقك، كنت مصدقك، لكن للاسف اعمالك غريبه. طالع لي بكاميرا يا شين ره تصور لي دير ابو مقار عشان تثبت ان مفيش متر نقص. يا واد والله جدع، يا واد والله جدع، يا واد بتصور لي بكاميرا وتقول ادي الحدود كلها؟ لا والله ما مسكتش متر وقست كمان. انت طالع لي في اديوره تمشي لي بعربيتك، اديوره مئات الافدنة، وتمشي لي جزء وتقول الدير كله كامل، وطالع ليه تعمل ده؟ طالع ليه؟ عشان تدافع عن النظام. وطالع برضه في الحلقه تكذب ان دير وادي الريان اتهجم عليه. تكذب كلامي انا؟ بتكذب كلامي انا اللي بورق وانا واثق منه 1000%، لانه جاني اثناء الاحداث. عيب يا شين ره. وبعدين يا شين ره، مش انت اللي سجدت اسره الراحل ماهر الشهيد، ماهر حلمي توفيق، اللي اتقتل جوه مركز شرطه بني سويف، وقتلوه ضباط المباحث، قتلوه. دخل الشهيد ماهر جرجس توفيق يعمل شكوى انه في ناس بتبلطج عليه، اتقتل جوه مركز مباحث بني سويف. رحت كمخدر، رحت لاسره الشهيد ماهر جرجس توفيق، وقلت لهم انا هجيب لكم حقكم، انا اللي هجيب لكم حقكم، خلوا في بطنكم بطيخه صيفي. قعدت تسكن فيهم، وبعدين دخلت لهم بسكه تانية تقول لهم هجيب لكم طلوع استراليا، هجيب لكم هجره لاستراليا، لغايه ما سكنت الاسره وخليتها سكتت عن المطالبه بحق الشهيد ماهر حلمي توفيق اللي قتلوه ضباط مباحث بني سويف جوه الاسم. يا شين ره، يا محامي، يا اللي حلفت اليمين، يا اللي درست القانون، اللي جبت حق الشهيد ماهر جرجس حلمي توفيق ماهر جرجس ولا جبت حق مراته، ولا ساعدتهم في الهجرة بره البلد. عيب يا شريف، عيب يا أشرف من الشرف، أحلى من الشرف مفيش. سامحوني سامحوني، للأسف والله حزين، والله حزين، لأن الناس دي كنت بحترمها، سواء المذيع ده اللي اسمه فهيه، ولا سواء الأخ شين ره. خسارة خسارة طول بعرض سيادة المحامي، طول بعرض وشنبات وشغال حقنة مخدر، حقنة مسكن تسكن فيها الغلابة تخدرهم عشان ما يطلبوش بحقوقهم. حتى لما تكون في ست حرة عايزة تجيبها حق جوزها تخدرها، تارة من المميزات، وتارة انها هتجيب لهم الحق، وتارة انك هتسفرهم استراليا، وطارة بالتهديد. يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا شين، يا خسارة يا شين. ودلوقتي بتطلع مع فهيه
وشين ر حروف بتكون اسم شريف. ف هي المذيع وشين ر المحامي، حروفهم الاثنين بيكونوا كلمه شريف. فين الشرف؟ اقفوا شويه قدام نفسكم، اقفوا شويه قدام المرايه. في يوم من الايام الروح بتطلع في اي لحظه، هتقف قدام ربنا، هتقف قدام ربنا، هتقولوا له كنت بتكذبوا ولا هتقولوا له كنا وطنيين؟ وطني ازاي؟ وطني بالكذب؟ وطني بالخيانه؟ وطني بالخداع؟ وطني بالتدليس؟ وطني بالخضوع؟ وطني بانك تنكر حق دم بريء سفك؟ يا خساره. الويل 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 لكل مغرر، الويل لكل خاين، الويل لكل انسان باع ضميره، الويل لكل انسان اشترى الظهور على دم اخواته الاخباط. دي جزئيه عن احدى القنوات وقلتها بالاسم. قناه تانية مش عايز اقول اسمها. ليه؟ لان فيها ناس محترمه شغاله، وفعلا في مذيعين فيها محترمين عايزين يقولوا كلمه الحق، لكن للاسف تسلط عليهم البعض ممن يدعون زعماء وهم ليسوا بزعماء، اشخاص يدعون انهم زعماء اقباط مهجر. فيدخل زعيم اقباط المهجر ده اللي فاكر نفسه زعيم يعرف ان فلانه الفلانيه اعلنت على صفحتها انها هتظهر على قناه سين من القنوات، سين من القنوات القبطيه، هتلقي كلمه، يرفع البي سماعه التليفون ويتصل بيهم يقول لهم بلاش فلانه الفلانيه او بلاش فلان الفلاني يظهر. ولانهم حاسين ان هو زعيم من زعماء اقباط المهجر يسمعوا كلامه ويمنعوا الناشطه القبطيه او الناشط القبطي اللي داخل يقول كلام حر يسمعوه لانه فاكرينه زعيم، مع انه في الحقيقه خاين، مع انه في الحقيقه عميل، مع انه في الحقيقه ما عندوش ضمير وبيع دم اخواته. واكتر محافظة بيتم فيها انتهاك حقوق الاقباط هي المحافظة اللي هو منها، لكن هو باع ضميره للقاء استثمارات اراضي، لقاء دخول من صالة كبار الزوار، باع ضميره لخدمة نظام فاشي، لخدمة نظام ديكتاتوري، لخدمة نظام عنصري، لخدمة نظام يضطهد الأقباط ويضطهد أيضا فقراء المسلمين، ويضطهد أيضا فقراء المسلمين. بقول له يا زعيم أقباط المهجر فوق يمكن تكون لي كتوبة، ولغاية دلوقتي أنا مش راضي أتكلم عنك بصراحة لأني ممكن نكون في يوم من الأيام قعدنا على ترابيزة واحدة وأكلنا عيش وملح. كان ممكن بكل سهولة أطلع ومعايا إثباتات ومعايا دوكيومنت ومعايا مراسلات تثبت عمالتك للنظام، معايا ممكن اعمل اقعد عليك ساعتين ثلاثه بالمستندات، بالمستندات التي لا يمكن تكذبها موجوده معايا ما تثبت عمالتك للنظام. لكن لاني انا الى حد ما بيت اصل بقول يا دي انت في يوم من الايام قعدت على ترابيزه، كنت مخدوع لما قعدت على الترابيزه دي واكلت عيش ملح ومعاك، لكن حتى ولو بصبر يمكن يكون في عودة ويمكن يكون في توبة ويمكن يكون في اتقاء، اتقاء لمخافة الله، يمكن يكون في صحو الضمير. لكن أقول إيه؟ إذا فقد الإنسان الإيمان بالله وأصبح لا يؤمن بالله وأصبح لا يؤمن بالحساب وأصبح لا يؤمن بأنه سيقف يوماً يعطي حساب عن وكالته ويعطي حساب عن الأمانة اللي ربنا اداها له، إذا تغافل الإنسان كل هذا سيفعل أي شيء وسيفعل كل شيء، وسيبيع إخوته وسيبيع أيضا من جلسوا معه على مائدة واحدة. لكن معلش خلينا إحنا أصلة وخلينا للنهاية أصلة، بس عايز أقول حاجة، أوعوا تتشائموا، على قد ما في خونة كتير على قد ما في أصلة كتير
وفي ناس مخلصه شغاله، وفي ناس مخلصه انتوا ما تعرفوهاش. بس باذن ربنا في يوم من الايام هعلن لكم عن اسامي ناس مخلصين جدا للاقباط، ومخلصين جدا لقضايا الرهبان، ومخلصين جدا لكلمه العدل. بعد ما دورهم ولما يحين الاوان هظهر لكم اسامي الناس دي عشان نضرب لنا كلهم تعظيم سلام انهم كان خلف الستار في ناس قبطيه شغاله بصمت محدش سامع صوتها، وخدمت الاقباط وخدمت الابرياء. ربنا يحقق اللي في اذهاني واللي في ذهن كل المخلصين لمصر، وفي يوم من الايام هنعلن اسامي هؤلاء الشرفاء.